في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ ما يقارب العام، قام رجال الدفاع المدني بنسج ملحمة تؤكد للعالم من جديد أن الإرادة الفلسطينية تفتح أبواباً للحياة. الدفاع المدني الفلسطيني في شمال غزة قام بتحويل البلاستيك المتناثر في الشوارع جراء العدوان الإسرائيلي إلى وقود عن طريق حرقه وتكريره ليتم استخدامه في تشغيل المركبات. يضطر جهاز الدفاع المدني بعد هذه المدة الطويلة وعدم توفر أي إمكانيات أو أي وقود لازم لتشغيل مركباته إلى عملية إنتاج وتكرير الوقود من خلال حرق مادة البلاستيك وإنتاج وقود لازم لتشغيل مركباته ومعداته وآلياته. إن كانت هذه العملية مضنية وخطيرة، ولكن يضطر جهاز الدفاع المدني القيام بها حتى يتمكن من استمرارية أداء خدماته وأداء واجباته تجاه مواطنينا في ظل استمرارية هذا العدوان على أبناء شعبنا. طواقم الدفاع المدني قسمت عملها ما بين تجميع البلاستيك في شوارع غزة وجهود الإنقاذ المستمرة وانتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل التي دمرت بفعل آليات الاحتلال. تقريباً 14 ساعة يومياً نعمل في هذا المجال، له أضرار صحية كبيرة علينا. ادخنا رغم إجراءات الأمن والسلامة اللي لابسينها، الكمامة ولابسين الكفتات ولابسين كل إجراءاتنا، مع ذلك له أضرار صحية علينا كبيرة. ووسط معاناة شديدة تحاول طواقم الدفاع المدني الفلسطيني عبر وسائل بدائية التغلب على مشكلة نقص الوقود التي أدت في كثير من الأحيان إلى تعطل عمل الدفاع المدني والسيارات الأخرى. وتأتي هذه العملية البدائية الشاقة لتؤكد صمود الشعب الفلسطيني المستمر في وجه الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ 11 شهراً.